فتح اليوم باب التقدم للمشاركة في الدورة الثامنة من جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، ويستمر حتى 15 من أبريل الجاري. هذا وشهدت الجائزة تطورا كبيرا تجسد في توسيع فئة المشاركين فيها لتشمل فئات جديدة، ما يؤكد على ما تشهده الساحة الإعلامية من تطور متسارع في مختلف المجالات. انطلاقا من الدور الحيوي للصحافة الوطنية وما يقوم به الإعلام المسؤول كشريك فاعل في تحقيق أهداف التطور والتنمية المستمرة بما يتماشى والرؤى والتطلعات للمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبما يصب في تعزيز إسهامات الصحفيين ضمن فريق البحرين ويرفد المسيرة التنموية الشاملة للمملكة. جاءت جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة سنويا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحتفي بما يحققه قطاع الصحافة والإعلام في مملكة البحرين من تميز وتقدم كبيرين في الإبداع الإعلامي والمهني لهذه المهنة المحورية. جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في نسختها الجديدة ضمت 10 فئات لتشمل جميع مجالات العمل الصحفي للمؤسسات والصحف والمجلات وطلبة الإعلام في مختلف كليات الصحافة والإعلام في الجامعات البحرينية، وذلك بهدف الاحتفاء بالصحفيين وتكريمهم وتقدير إسهاماتهم الجليلة، علاوة على التشجيع والإبداع والتميز في صناعة المحتوى الصحفي البحريني وتعزيز روح المنافسة بين المؤسسات الإعلامية لتقديم أفضل محتوى صحفي سعيا لمزيد من الرفعة والتميز للعاملين في هذا المجال ودورهم في إيصال الصورة الحضارية والمشرقة عن مملكة البحرين. شعبية واسعة اكتسبتها الجائزة على مر السنوات الماضية في إيقاد شعلة المنافسة بين الزملاء الصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية، لتكون الجائزة مقياسا فريدا لعمل الصحافة المسؤولة والجادة في أداء دورها الفاعل ورسالتها الوطنية النبيلة، وهو ما أولاه جميع العاملون في هذا القطاع اهتماما كبيرا في ظل ما يتحقق للمملكة من تميز إعلامي كبير توج مؤخرا باختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي.